إذا مشاهدينا، وبالانتقال إلى الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية للحكومة، أكد رئيس الوزراء محمد شياء السوداني التزام الحكومة بتوفير الدولار بالسعر الرسمي للتجار والمستثمرين والمقاولين والطلاب والمسافرين. وقال رئيس الوزراء إن 95% من التجارة تمر من خلال المنصة الإلكترونية، لافتا إلى وجود من يلتف على القانون ويشتري الدولار بالسعر الموازي للتهرب من تطبيق الإجراءات القانونية. أنا كحكومة اليوم وغدا ملتزم أنه أكو دولار بسعر رسمي 1320، هذا التزامي. أما تريدني ألتزم حتى أخفض السوق الموازي، معناها أنت تقول لي روح أنطي للمهربين، أنا ما راح أسوي ذلك. التاجر أنطيه إيش قد يريد، المقاول اللي وياي كحكومة أنطيه، المستثمر اللي يريد يحول أنطيه الدولار الرسمي، الطالب يريد يحول أموال لدراسة أنطيه الدولار الرسمي، المسافرين أحسنت، اللي يعالج خارج العراق، هذا التزامي كحكومة. أما أنطي لمهرب، هو ليش التاجر يروح للسوق الموازي 1580؟ ليش هو يروح لل 1320؟ منو هذا؟ هذا اللي يلتف، ما يدخل المنصة الإلكترونية احنا نسميها، ما يدخل المنصة بحيث يكون عند شركة، عند إجازة، عند يدفع جمرك، يدفع ضريبة. المادة اللي يستوردها وتدخل للمنفذ أفحصها، مواد غذائية طبية، فهو يلتف على هذه ويأخذ السعر الموازي. حتى هذا لازم أنتم تكونون على وعي من عنده.